أصواتنا تتواصل أيها الحب الكريم، والانطلاقات أيضا تتواصل أيها الحب الكريم. وشوطنا الثالث مع القعدان، المحليات الأصايل الثنايا مع أول أشواطها أيها الحب الكريم. نعود بالتهنئة والناموس لسعيد بن قشاط بن سعيد الشامسي من قدم بيان بيتقدم رائع وجميل، ونقلت السلامات من ميدان صفة الميادين لأهالي الوقن. تحية من هذه اللحظات نبعث على ظهر بيان. أسير مع القعدان المحليات الأصايل ومقدمة الشوط وبلقى على الصدارة أيضا الشرس. يستفتح النداء في هذه اللحظات يقدم الشرس. هناك حمد بن محمد بالكربي العامري قدم الشرس مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول مع شاهين وسالم بن محمد بن طويلب المنصوري خذ المركز الثاني في هذه الانطلاق. المركز الثالث، المركز الثالث بلقى هملول وعوض بن محماس بن عوض الشامسي قدم هملول مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع الوصول مع أيضا الصايب السهيل بن عويضة بن سهيل الأخيلي قدم صايب مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس في هذا الأوان وبهذه التحديات المستمرة. أشوف أتابع المركز الخامس والتقدم في هذا الأوان من خلال تواجد النشمي مسلم بن بخيت بن طاسة العامري قدم النشمي مع المركز الخامس بهذا الانطلاق بهذا الأبداع المستمر. لكن أتابع بعد المركز الخامس، أتابع بعد المركز الخامس في هذه اللحظات وبهذه الإثارة المستمرة. 21 قعود محلي انطلق في هذا الشوط، وشوف الأعداد التي سارت في هذا المسار. وتابع أيضا
المجموعة الخلفية، المجموعة الخلفية والصفوف الخلفية، حيث أنها أيضا أسامي عملاقة وكبيرة تأتي في هذا الانطلاق بهذه الإبداعات المستمرة. شوف لكن هناك لا بد من العودة بعد ما نتبع هذه المجموعة، لا بد من العودة مع مقدمة الشوط. انتصفت المسافة الكبرى على الأبواب يا أخوة جمة. يا سلام يا الإبداع، يا سلامي على الإثارة. شوف هناك، شوف الأمور ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف الانطلاق على الصدارة. هذا هو يتقدم بالكربي، لا زال على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات، وبهذا الانطلاق يقدم الشرس مع المركز الأول. هذا هو الشرس على مقدمة الشوط مع المركز الأول على الصدارة وعلى المركز الأول ما شاء الله. يتقدم الجموع الشرس مع المركز الأول، حمد بن محمد بالكربي العامري يتقدم بهذه النوعية، يتقدم بهذه السلالة على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني الوصول مع شاهين سالم بن محمد بن طويل بن المنصوري يقدم شاهين مع المركز الثاني. المركز الثالث شوف الوصول مع اللي هو أيضا صايب والسيل بن عويضة بن سهيل الخيالي يقدم صايب. يلا يا غدير، يلا يا أبو مطر ما شاء الله. المركز الرابع، الرابع الرابع الرابع، شوف التقدم، شوف التقدم مع المركز الرابع، الوصول في هذه اللحظات والتقدم في هذه الإثارة. الله، هذا هو هملول والسهيل بن مسلبة قزول العامري. يا مرحبا بهالي الوقن، يا مرحبا بهالي الوقن وهالي المصانع القلوب، يا سلام عليهم. يتقدمون في هذا الصباح، يتقدمون بهذه النوعية، يتقدمون بهذه الإبداعات، يا سلام عليك بن قزول. هذه هي النوعيات، هذه هي الإبداعات. وعرب بن قزول، عرب بن أيضا بن قزول من المنافسين، من المنافسين القويين في عالم الساحر، الوحيد ما بين هالي صبره. يا سلام عليك يا بن قزول، اركز وتابع بن قزول. الله، وينك يا بن طاسه، وينك يا بن طاسه ما شاء الله، ننتظرك يا بن طاسه وننتظر ايضا النشمي. يا سلام عليه، يتقدم مع المركز الرابع، الوصول هناك والدخول مع بن طويلب مع المركز الخامس. لكن بدينا نقترب، بدت الدوره تنعطف، وبن قزول يحاول، يحاول يحاول بالوصول، بن قزول يحاول بالوصول إلى الناموس، إلى الانتصار في هذه اللحظات. هذا بالكربي، وهذا هو يتقدم كذلك أيضا اللي هو صايب السيل بن عويضة بن سيل الخيالي يتقدم في هذه اللحظات بهذه التحديات. وبن قزول خطير في هذا الشوط، خطير بن قزول مع هملول، يا سلام عليه. يتقدم في هذه اللحظات السيل بن مسلم بقزول العامري يتقدم بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر وبهذه الإثارة المستمرة. وينك يا بن طاس، وينك؟ قرب منا شوية بن طاس ما شاء الله. الكيلو والمتر الأخير، الكيلو والمتر الأخير، وراح بن قزول، راح راح بن قزول، راح. يا سلام عليه، يقدم هذه النوعية، يقدم هذه أيضا الإبداعات في هذا الصباح وبهذه الإثارة المستمرة. ووصول آخر من شاهين حمد بن الدودة بن سالم بالأسود العامري يأتي بدوره في هذه اللحظات. وصل بن الدودة في هذا الانطلاق، وبن قزول، بن قزول على مقدمة الشوط، وصايب، صايب يأتي بدوره في هذا الانطلاق وبهذا الإبداع المستمر. يقدم صايب سهيل بن عويضة بن سهيل الخيالي، ولكن بن قزول أروح أهالي الوقن، أراح أهالي الوقن، يا سلام عليهم. يقدموا هذه النوعية، يقدموا هذه الذلل العملاقة والكبيرة. الله الله يا هملول، هملول هملول بن قزول، هملول بن قزول، أروح مع المركز الأول. انطلق بهذا الانطلاق والعصافة البطان، العصافة البطان، ما حد قال له شيء هملول، ما حد قال له شيء هملول، ولكن صايب يحاول، صايب يحاول ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الإبداع، على هذا التحدي المثير. الله، الميتين، الميتين المتر الأخيرة، الميتين المتر الأخيرة، هملول بن قزول، هملول
هملول بن قزول وصايب، السهيل بن عويضة بن سهيل، هملول ولا صايب، هملول ولا صايب. اللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة، بن قزول، بن قزول لا زال على الصدارة مع هملول، بن قزول مع هملول، بن قزول مع الوصول مع هملول. تهانينا وناموس على فوز هملول بالمركز الأول، وقدم بهذا التقدم المثير أيضا السهيل بن مسلم بن قزول العاون بن ثاني صايب، السهيل بن عويضة بن سهيل الخير المركز الثالث في شاهين، أيضا عند سالم بن الدود العامري المركز الرابع، عند أيضا عوض بن حماس بن عوض الشامسي هو المركز الخامس، كان فيها النشمي، وأيضا هناك قدمه بتقدم رائع وجميل أيضا مسلم بن بخيت بن طاس العامري. هذه هي نتائجنا وتوقيت الزمن 9:52. تهانينا والناموس على فوز هملول السهيل بن مسلم بن قزول العامري.